نجاح كبير الحقيقه حققه ابطال مصر في بطوله افريقيا للتايكوندو البومزا، وده بعد حصولهم على المركز الاول في المنافسات والمباريات. مصر حققت في هذه البطوله 10 ميداليات متنوعه، 6 ذهب، 3 فضه وبرونزيه واحده. وزي ما لاحظنا في الفتره الاخيره في تفوق كبير جدا وواضح للبنات في هذه المسابقات والبطولات سواء كانت المحليه او الدوليه. النهارده معانا البطله شهد عبد الفتاح، الطالبه اللي لسه بتدرس في كليه الطب البيطري واللي قدرت كمان يتحقق افضل لاعبه في البطوله وفازت بذهبيه السيدات للكبار. بنرحب بيها، هي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا شهد. صباح الخير. يا اهلا بيك والف الف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. كله افضل لاعبه في هذه البطوله، بس عايزين نوضح للناس الاول ايه هو الفرق ما بين التايكوندو العادي والبومزا. البومزا هي حركات قتالية، يعني زي ديمونستريشن كده بس في الهواء، يعني ما بضربش حد قدامي. بس الفرع الثاني من التايكوندو اللي هو الكروجي بيبقى فايت، بيبقوا اتنين في وش بعض وبيضربوا بعض بالبوينت. زي الكاتا كده في الكاراتيه صح؟ البومزا شبه الكاتا شوية. طيب يعني قولي لنا يا شهد الحاجات اللي ميزتك عشان تقدري انك تحصلي على الذهبية وانك تقدري تاخدي كمان أحسن لاعبة في البطولة. هو اللي ميزني ان انا يعني اكسبيرينس، طبعا بقالي كتير بلعب ونزلت كذا بطوله دوليه، وطبعا كل يعني الستايل المصري مختلف طبعا عن كل الستايلز الافريقيه، فده يعني ميزنا كلنا مش انا لوحدي. ما شاء الله عليكي والله، بس اوعي تفتري يا شهد. طيب انت كنت عامله حسابك على حاجه زي دي؟ يعني كنت داخله وعارفه ان انت هتفوزي بهذه البطوله وتاخدي الذهبيه؟ كنت داخله يعني على امل طبعا من بعد ربنا ان انا يعني ان شاء الله اجيب اول، بس احسن لعيبه دي يعني كانت جديده. طب شاهد بصي، عشان احنا يمكن معلوماتنا شويه قليله وحابين نعرف اكتر، بما انك خدتي ذهبيه يعني انت قلتي ان الستايل المصري مختلف شويه عن الستايل الافريقي، عايزه اعرف ازاي؟ عشان الستايل المصري احنا يعني عندنا معلومات اكتر في البومزا، وعندنا يعني ايه هي البومزا وليه اصلا كل حركه بتيجي منين وتروح فين وبنضربها ليه. والفلكسبيليتي عندنا يعني كل ده بيفرق. عظيم. مين كان بيدعمك في هذه اللعبه؟ يعني وقت ما اخترت ان انت تلعبي هذه اللعبه مين دعمك وايه كمان التحديات اللي واجهتك؟ هو صراحه يعني الكابتن بتاعي بتاع الفيتنس، انا كنت بلعب جمباز، هو اللي دعمني اكتر ان انا اخش اللعبه دي، وقال لي ان انا هكون لما اكبر حاجه كبيره فيها، مع اني وانا صغيره مش شاطره فيها، ففضلت اكمل لغايه الحمد لله يعني مكاني دلوقتي. طيب شهد، انت حابه اعرف بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ وكمان عايزه اعرف اللياقه البدنيه في اللعبه دي اهم ولا التركيز؟ يعني انت قلتي انه اللعبه البومزا قايمه على الحركات اللي في الهواء اكتر، فهل التركيز في الحركه تطلع ازاي اهم ولا اللياقه البدنيه؟ لا اشتغلي طبعاً على ايه اكتر؟ الاثنين مهمين، بس هو التركيز بيبقى عامل اكبر بكثير. يعني هو اللاعب لو نزل الملعب مش مركز هو خلاص، يعني كل اللي هو اشتغل عليه ولا حاجه. بتاخدي وقت قد ايه في اليوم تمرين؟ يعني لو قبل بطوله على الاقل 5 ساعات في اليوم. اما بس احنا اصلا قبل البطولات وكده بنعسكر من الصبح، من يعني ممكن من 8 الصبح لغايه 10 بالليل. طيب واخبار الدراسه ايه؟ ما هي دي كانت بقى من الصعوبات، انا كان عندي طبعا الفاينلز كلية صعبه كمان في نفس توقيت المعسكر وفي نفس توقيت التمارين، فكان الموضوع صعب، بس الحمد لله يعني حاولت. نظمتي بقى اليوم ازاي؟ هو انا كنت بنزل تماريني طول اليوم وافضل بقى سهرانه للفجر اذاكر وانام كام ساعه واروح تمريني ثاني يوم وكده. ايه اللي انتم محتاجينه يا شهد عشان مستواكم كلعيبه كمان يتقدم اكتر؟ انت ما شاء الله حاصله على ذهبيه، لكن لو في حاجه نقدر ندعمك بيها، هل تسهيلات في الدراسه؟ معرفش يعني ايه اللي انتم ممكن تكونوا عايزينه عشان مستواكم كمان يبقى احسن؟ هو يعني احنا كمصر احنا احسن ناس في افريقيا، بس هو احنا اللي محتاجينه ان ممكن نتمرن اكتر مع الدول الاوروبيه بره. هايل، ده ممكن يساعدنا كتير. احنا ما سمعناش اخر حته قلتيها يا شهد. بقول لك ان احنا نتمرن مع الدول الاوروبيه اكتر. اوكي بره. اوكي، هما يعني عندهم اكسبيرينس اكتر وعندهم يعني اعلم مننا شويه، فاكيد لو اتمرنا منهم هنفتح الفائزه بذهبيه السيدات للكبار ببطوله افريقيا للتايكوندو. روح العزيمه اللي عنده واللي وصلته لتحقيق الميداليه الذهبيه للتايكوندو البومزا. معانا البطل احمد حسن ابو شادي اللي قدر انه يحصد الميداليه الذهبيه في منافسات البطوله. صباح الخير عليك والف الف الف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضرتك.
احمد، كلمنا عن لحظات الفوز يعني وانت واقف كده وخدت ميداليه ذهبيه، احساسك ايه وانت رافع العلم؟ لا طبعا هي احسن احساس في الدنيا، يعني انت تبقى تعبت في حاجه وناس كتير تعبت معاك فيها وتوفيق ربنا برضو يحالفك يعني ان انت تعمل كده، وفي الاخر بقى ان انت بقى تاخد الميداليه وترفع علم مصر وتشوف بقى فرحة الناس وانت تبقى فرحان وبتستريح بقى بعد كل التعب اللي انت تعبته وكده، وفرحة المدربين طبعا احساس يعني كويس. حاجة تشرف يا احمد والله، الف الف مبروك. بالنسبة لك البومز اسهل ولا التايكوندو العادي اسهل؟ والله التايكوندو يعني هو مش التايكوندو العادي، هو التايكوندو ده مقسوم نصين اللي هو الكروجي والبومز. ماشي. هو كل حاجة ليها صعوبتها، يعني انت الكروجي موضوع ان انت بتلعب قدام حد يعني ده التايكوندو اللي احنا عارفينه ده. اه ده اللي هو الفايت العادي. أوه. انت بتلعب حد فبتلعب ناس مختلفة، ده بيعمل حاجة معينة فانت بتغير مثلا اسلوبك او بتلعب على حسب اسلوبه او بتعمل حاجات معينة تكنيكات ان انت تقدر تواجه بيها اللي هو بيعمله، طبعا ده ليه صعوبة. وفي التايكوندو بقى اللي هو البومزة ده طبعا ليه صعوبة تانية، ان هو كل واحد يبقى ليه الستايل بتاعه والطريقة بتاعته مختلفة عن باقي الدول. طبعا مصر احنا كان لنا ستايل مختلف جدا عن افريقيا، والاصعب بقى من كل ده اللي هو الفري ستايل بقى اللي هو العرض اللي بقى فيه بقى شويه اجباريات، بقى فيه داخل فيه جمباز، داخل فيه حركات، ده بقى معتمد بيكون ليك محاوله واحده بس. اه ده بيبقى الكرياتيفيتي بتاعك انت وبتاع المدرب بتاعك، انهي دوله تعمل جمله احسن من الثانيه وازاي تقدر تاديها باحسن شكل وباحسن اداء زي ما اتمرنت بالظبط. احمد كمل سامعينك. بس هو ده. طيب مين وانت بتنافسه كده حسيت انه ده يمكن اصعب منافس ليك؟ حسيت بالمباراه دي كانت صعبه شويه، والتكنيك بتاعك كان ايه عشان تتغلب عليه؟ هو بصي، هو كان اصعب منتخب واجهناه طول البطوله يعني كان منتخب السنغال. اوكي. منتخب السنغال كان منتخب قوي جدا وكانوا يعني كويسين يعني ما شاء الله. بس فاحنا ما كناش مركزين معاهم على قد ما كنا مركزين ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا، احنا اتمرنا اكتر وتعبنا اكتر وكده. فاحنا كنا مؤمنين جدا يعني احنا عملنا احسن حاجه عندنا مع توفيق ربنا. ان شاء الله هنعدي منتخب السنغال، وما نقعدش بقى نركز هم احسن في ايه واحنا احسن في ايه ونشوف، لا احنا نعمل احسن حاجه عندنا واللي اتمرنا عليه وخلاص، توفيق ربنا معانا والحمد لله. هو ده اللي حصل يعني الحمد لله. هايل. طيب احمد، احنا تمثيلنا عامل ازاي في هذه البطوله يعني؟ نعم. تمثيلنا عامل ازاي في هذا البطوله في هذه أنا البطوله يعني؟ شايف ان احنا بجد احسن منتخب في البطوله دي وبفرق كبير، يعني احنا حتى المركز الاول اللي خدناه بعدد الميداليات والبوينتس وكده احنا في فرق بيننا وبين المركز الثاني كبير يعني. فشايف ان احنا كنا احسن تمثيل يعني في البطوله، مش اللي هو مش اي تمثيل مشرف وخلاص، لا احنا كنا احسن تمثيل. انا بسالك ليه؟ عشان تايكوندو البومز ده يمكن في ناس كتيره ما سمعتش عنه قبل كده. فعشان نقول لا احنا عندنا نماذج يعني، عندنا ناس جابت ذهبيات وعندنا نماذج ثانيه، نماذج متفوقه في هذه اللعبه. ايوه هو بس اللي فارق شويه، الناس كلها عارفه الكروجي عن البومزا ان الكروجي لعبه اولمبيه. البومزا لسه ما دخلتش اولمبياد، واعتقد داخله في 2024 اللي هي في باريس، بس هي الناس كلها ما تعرفهاش لان هي الكروجي لعبه اولمبيه اكتر عندنا، شبه هدايا ملاك، سيف عيسى، ميداليات اولمبيه وكده، فالناس كلها بتبقى ايه عارفه الكروجي اكتر، الا بقى اللي بيلعب تايكوندو. اللي بيلعب تايكوندو عامه بيبقى عارف طبعا البومزا وعارف اللي فيها وعارف أكيد الابطال والناس الكويسه اللي فيها، بنبقى كلنا عارفين بعض يعني. طيب انت قادرين نحدد مستوانا لو لعبنا مع منتخب اوروبي يعني هنقدر نعلق ان شاء الله ميداليات في اولمبياد باريس ولا لا؟ والله هو انا شايف ان المشكله مش في اوروبا يعني. هو اوروبا سهل يعني مستوانا مش بعيد قوي عن اوروبا يعني، شويه تمرين وشويه حاجات احنا قريبين من اوروبا، هي المشكله كلها في شرق اسيا. اوكي. شرق اسيا اللي هي كوريا والصين واليابان، اللي هي دي اصلا الالعاب دي من عندهم، فيعني هي اصلا اللعبه دي من كوريا، فطبعا بقى كوريا يعني موزعاها كده على الدول اللي حواليها، فهم يعني من في موضوع البومز كمان وفري ستايل ده هم شبه مسيطرين شويه، اللي هم معاهم كل حاجه عارفين كل حاجه. فشايف ان احنا لو بنتمرن مع ناس زي يعني احنا المدرب بتاعنا كوري، المدرب بتاعنا كوري فاستفدنا منه جدا ومستوانا عالي كله في فتره صغيره جدا، فالموضوع ده لو كان من زمان او يكمل معانا اكتر فشايف ان الموضوع ده هيبقى بالنسبه لنا اوروبا مش هي المشكله يعني. احمد انت لسه بتدرس مش كده؟ انا لسه في اول سنه في هندسه اسكندريه. والدراسه عامله ايه؟ انت لسه داخل كليه جديده يعني وهندسه انا خلصت اول سنه الحمد لله،
والله موضوع ان انت يعني توقفها بين الرياضه والدراسه صعب يعني بصراحه، بس هو مش مستحيل، هو تظبطه عادي. صعب جدا، وخصوصا ان انت في هندسه برضه، يعني ده كليه هندسه، كليه قمه. فعلا الكليه عندي صعبه شويه طبعا، بس ان شاء الله يعني كل حاجه هتتظبط يعني. طب احمد خليني اسالك، ايه التسهيلات اللي انتوا بتبقوا محتاجينها عشان مستواكم يبقى احسن وتتمرن براحتك من غير ما يبقى فيه ضغوطات ان انا عليا مشروع في الكليه او كذا او كذا؟ هل بتبقوا محتاجين تسهيلات في الدراسه اكتر؟ بصي، هو موضوع التمرين ده احنا معانا تقريبا الجهاز الفني 10 مدربين متوزعين على المحافظات كلها، فالمحافظات كلها بتتمرن. يعني مثلا احنا عندنا في تمارين في اسكندريه، وفي تمارين في القاهرة شغالة لبتوع منتخب القاهرة، وفي تمارين في وسط الدلتا والمحافظات دي. فكل المنتخب، أي لعيب مصري بيتمرن حتى لو في محافظته. فالموضوع ده بالنسبة لك، إن أنت مثلا أنا لعيب من اسكندرية مش مضطر إن أنا أروح القاهرة، لا في تمارين في اسكندرية. فبالنسبة لي مثلا موضوع السفر ده بيبقى هو تمرينة في الأسبوع ولا حاجة، أو تمرينتين ثلاثة في الشهر اللي أنت بتسافر فيهم. فالموضوع مش بيبقى إيه اللي هو جاي قوي على الكلية، لا أنت بتعرف تروح الكلية وبتعرف، اي نعم مقصر شويه، بس اللي هو ايه بتعرف تظبطها يعني. لا خلاص بقى، ظبط الدنيا بقى الفتره الجايه يا احمد. مصر كلها ده مساعدنا جدا يعني. الف الف مبروك مره ثانيه يا احمد، وبالتوفيق. احمد حسن ابو شادي الفائز بالميداليه الذهبيه في منافسات بطوله افريقيا للتايكوندو البومز.